دول موقعينكم في مصيبة أكبر من اللي كنت واقع فيها زمان. فريدة دي ممكن توصلنا لسليم. يا طنط أنا مقدر موقفك. الجواز مش بالغصب يا ابني، وإحنا مش قليلين. أنتوا هنا ضيوفي في حمايتي وفي رقبتي. جراس يا لحبي، حتى الأموات ما بقالهمش حرمة عندكم. سليم فين يا هوانا؟ وسليم إيه اللي هيجيبه هنا؟ سليم دلوقتي تلاقيه في مكان بعيد، مفيش حد يعرفه. بس أنا دلوقتي بقيت متأكد إن فريدة على اتصال بسليم الأنصاري. وأنت كل اللي مطلوب منك دلوقتي إنك تساعدي الأستاذ وزمايله في اللي هما بيعملوه. أنت أم الشهيد، يعني الحكومة هي اللي هتدور عليكي. تفتكر يا فريدة هخرج من المصيبة دي؟ طبعًا هتخرج يا سليم، أنت ما عملتش حاجة غلط، وربنا عمره ما هيرضى بالظلم أبدًا. بس قبل ما نفكر في ولاد الحرام، أنا عايزك تساعدني في حاجة تخص واحد ابن حلال. إحنا شركاء بالنص في المصلحة دي في كل حاجة. ولطف اداني بريزة. واحنا هنقتل بالقسط يا زناتي؟ ده الجرايد فتحان وقلبين الدنيا علينا. لو كان عارف يهرب مننا المرة دي، ما افتكرش انه هيعرف يهرب مننا مرة تانية. كل اقدر اقوله لك اول ما افك مصيبتي واثبت براءتي، مش هسيبك. هفضل معاك لحد ما اخلص لك مصيبتك واثبت لك برضه براءتك. ستر يا رب. في ايه يا بيه؟ حكومة؟ يا حودي الحقني يا سليم بيه. ابراهيم الحقني يا ابني. فين دلوقتي يا سليم؟ بيروح مني مش عارف اعمل ايه. تلاش تلاش قوم تعالى قوم بسرعه يا ابراهيم. بس تعالى بسرعه. تقدري تقولي لي بقى انت بتعيطي ليه دلوقتي يا عبيطه؟ بقى ده بني ادم يتبكي عليه؟ ضواطي وندل وشكله. استغفر الله العظيم، انا مش فاهمه انت وافقتي عليه ازاي. مش بعيط عليه يا ماما، بعيط على ايه؟ عشان اول مره احس ان انا رخيصه ومليش ظهر. لا يا حبيبتي اوعي تقولي كده يا دلالي، ده انتي ست البنات. اللي ما يشيلكش فوق راسه ده في عصيب جزمتك. انا عارفه اننا في امتحان صعب، بس ده ابتلاء، وان شاء الله بعد الابتلاء بيك الفرج. فرج قريب، ممكن يتأخر شوية بس جاي. وبكرة تقولي بابا قايل. الواد ده أول مرة يتعب منكم ولا تعب منكم قبل كده؟ لا مش أول مرة، هو بيتعب بس مش للدرجة دي. أصل هو عنده مرض بيكسر الدم، عشان كده بنروح المستشفى من وقت للتاني بنغير له دم، واحنا لسه راجعين المستشفى من يومين. يا جماعة الواد عنده أنيميا حادة، ده يا ولده زي ما يكون دمه بيتصفى. يا حبيبي يا ابني. يا عم ما تنقي ملفظك، دمه بيتصفى ايه؟ ما الواد زي الفل قدامك، هو مفيش حد خربوش يا إبراهيم. يا سليم بيه، مش أبوه بيقول قدامك إن دمه بيتكسر أو تكسير الدم ده يا بيه زي ما يكون بينزف بالظبط. الواد هيروح مننا يا حودة. وحيد الله، وحيد الله يا أيام، خلينا نعرف نتصرف. بص يا استاذ محمود، الليله دي كبيره عليا، والواد ده بصراحه كده لازم يتنقل المستشفى. وسيبك من مستشفيات الحكومه لانك مش هتلاقي فيها مكان فاضي، الواد ده لازم يروح مستشفى خاصه، ومش اي مستشفى، لازم مستشفى كبيره يكون فيها عنايه مركزه للاطفال. مؤاخذة يا ابراهيم، يعني الموضوع ده كله هيتكلف كام؟ يا عم ما تحملش هم، انا معايا فلوس ما تقلقش. لا 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 سليم باشا، خلي فلوسك معاك، انا محدش عارف الايام اللي جايه فيها ايه، انا هتصرف. يا عم اتصرف ايه، بلاش كلام خايب. الفلوس اللي معايا دلوقتي زنقه، ودي زنقتها خلاص. حضر الواد بس ومراتك ويلا بينا. يلا انا طالع اجيب الفلوس. ياسين اوعى تسيبنا يا حبيبي، لسه بدري يا ياسين. إلا بالله سترك يا رب. ربنا يستر على الواد ده ويرجعه لهم بالسلامة. بالسلامة يا اخوي. خايف عليهم قوي؟ ايوه طبعا يا سليم بيه، انت مستهم باللي هم فيه. بس لسعادتك يعني لسه ما خلفتش ولا جربت الخلفة. لما تخلف يا سليم بيه هتعرف قد ايه الدنا غالي. طب يا سيدي ما خلفتش،
الدور البائع اللي شبع خلفه. ممكن تقول لي بقى ما بتحسش ليه؟ ليه الكلام ده بس سليم بيه؟ وانا عملت ايه؟ عملت ايه؟ شايف الناس هتتجنن على الواد، نازل في كلام زي الدبش، ما تهدى يا عم. استغفر الله العظيم يا رب، هو انا قلت ايه بس؟ كل ده ما قلتش حاجه، ده الواد اللي هو مش ابني قلت ده مات، ايش حال هم بقى يعملوا ايه؟ يا باشا مش بشرح لهم وبشخص لهم الحاله وافهمهم. يا عم لما تفهم انت الاول. الله يسامحك يا سليم بيه. دلوقتي لما يروحوا المستشفى هيقولوا لهم نفس الكلام اللي انا قلته ده بالظبط. ماشي يا عم القور. تعالى بقى نشوف الواد اللي جوه ده كمان هنعمل فيه ايه. هنعمل ايه؟ ده لو ضربه جنبه مدفع مش هيصحى من النوم. ايوه بس بعده ما يصحى ده قدام امه وابوه شوف عامل معانا ايه. لما يصحى بقى لقينا معاه لوحده في البيت هيعمل ايه ده كمان؟ طب واحنا ايه اللي هيجبرنا على الحاجات دي؟ ما نطلع احنا خليعه على فوق وسيبه هو نايم. وبعدين يصحى يلاقي نفسه لوحده؟ ما ينفعش. بس لما يصحى نشوف اللي هيحصل. ادي احنا واقفين يا باشا، لما يصحى نبقى نغني له الصح مدحن بوه انا وانت. ايوه كده اضحك يا سليم بيه، كتر الهم يعلم البكا. ابني مش بلطجي ولا ارهابي، ابني متربي وانا شقيت عشان اربيه واعلمه، ضيعت عمري عليه، بيجي سليم الانصاري في لحظه ياخده مني ويتلكك له. اول مره تلكك له حطه في السجن، وبعد كده خده كله. ابني الوحيد اللي ماليش غيره في الدنيا قتله سليم الانصاري. لما اتاخد اول مره قلت له اهدى يا زياد، العين ما تعلاش عن الحاجب، وانا كنت غلط. بقول لكل واحد زي زياد ما تسكتش الا لما تاخد حقك، لانها في الحالتين محصله بعدها، كده ميتين وكده ميتين. بقول لكل ام زيي ما تضغطيش على ابنك عشان تعلميه طاطي، اوعي تعلمي ابنك طاطي، خليه يموت وهو فخور بنفسه، هو رافع راسه وراجل بيجيب حقه وحق غيره. برافو يا رامي، حلو قوي الفيديو ده، لازم الدنيا كلها تشوفه بكره، صوت ام زياد لازم مصر كلها تسمعه. انا كده عملت اللي عليا، البركه فيك انت بقى. ما تخافش ان شاء الله هنهد الدنيا فوق دماغهم. ايه البيت الزفت ده؟ تصحى يا عم انت. ايه يا عم انت تبصيه كده ليه؟ انت هتاكلني؟ لا لا الصبح. انت صحيت؟ لا لسه، بس انا متعاد امشي رجلي وانا نايم. ده يا شيخ وتمشي رجليك وانت نايم؟ طب ما تمشي لنا على الحيطه كده وتنزل من على السقف وتبهرنا بدل اللماضه يا ليمت. ليمت؟ انت هتصاحبني؟ يتوب علينا ربنا. هيتوب علي من ايه ده؟ يا ابني هيتوب عليك من ايه؟ بقول لك ايه؟ ولا اقعد بقى ساكت عشان تفهم. انت يا صلاح شفت الفيديو ده بعينك؟ ايوه يا فندم. بطولة بالك يا أخي وقاعد هادي كده ساكت؟ أنت عارف الفيديو ده هيعمل فينا إيه؟ هيهيج علينا الدنيا أكتر ما هي هيجة. وعلينا ليه يا فندم؟ إحنا عملنا إيه؟ كل اللي في الفيديو هو الكلام بتاع الست عن ابنها وعن اللي عمله سليم الأنصاري فيه بس. والعيال بتوع الفيسبوك هياخدوا الفيديو هيشيروه ويزعوه ويقولوا بقى كلام من عنده. واسمع بقى ما تكره، الداخلية هربته، الداخلية مش عايزة تسلمه، الداخلية بتحميه، خلاص ما بقاش ورانا حاجة غير العيال دي، والداخلية بقى كلها ما بقاش وراها إلا سليم الأنصاري. والله يا سيادتك يا فندم قلت المفيد، المشكلة مش في أم زياد ولا في الفيديو، المشكلة يا فندم في اللي استخدموا الفيديو ده. معاك حق صلاح فعلا، الله يمسيه بالخير ويشفيه والدك. والدك كان عبقري، مشكلة زي دي كان بيبقى عنده ألف حل وحل. والله يا فندم أنا عندي خطة كده ممكن تريحنا من سليم الأنصاري ولو مؤقتا يعني، بس هو تقرير الأمن الوطني ما قالش مين اللي ورا الفيديو ده. إيه دي الحكاية يا عم حمزة؟ فهمت يا ابني؟
يعني هم نزلوا وسابوني على عماك كده من غير ما يفهموني الموضوع؟ توب علينا يا رب. حكاية التوبة مع العيلة دي، يلا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم كده، يلا كل السندوتشات دي ايه ألاقي حاجة تستاهل بقك، كل كده والبس هدومك عشان اعمل لك كوبايه شاي قبل ما تروح المدرسه. مدرستي ايه يا عم؟ النهارده اجازه. اجازتي يا ابني؟ هو النهارده ايه ولا كام في الشهر؟ اه صحيح، لا النهارده 6 اكتوبر ولا مولد النبي ولا عيد تحرير سيناء، اجازه بمناسبه ايه بقى؟ النظره بتاعتكم بتولد؟ لا خفيف، اجازه امتحانات. ولا انت اتفضت في المدارس كمان؟ ايه العيال دي؟ مش هحط سيطره هيخلف ايه يعني دكتور؟ قول يا حبيبي يلا بسم الله. عايز ادفع يا ابني. حاضر. اهلا وسهلا، مبنى كله نور. على فكرة إجراءات الضبط دي كلها باطلة، واللي بتعملوه ده كله مش هيعدي بالسهل. إجراءات إيه وقبض إيه؟ وأنا لو عاوز أقبض عليكي كنت أبعتلك ضابط سمح وطيب زي الباشمهندس وليد، ده كمان جابك في عربيته الخاص. ولما أنتوا مش قابضين عليا جبتوني هنا ليه؟ مش يمكن عاوز أدردش معاك شوية؟ نشرب قهوة سوا ولا إيه؟ بس إحنا ولا أصحاب ولا عمرنا تقابلنا قبل كده عشان نقعد ندردش سوا. بس انا اعرفك كويس قوي واعرف عنك كل حاجه. صحيح انت ما تعرفينيش، ودي فرصه ان اعرفك بنفسي. انا اسمي صلاح الطوخي. خساره. يا خساره ايه، ما انت كاشف الطابيه. ايه يا عم، في حد يدخل كده؟ ما تخبط ولا ما تدخل. اخبط يا ابني؟ ده انا دخلت قعدت جنبك ما حسيتش. اخبط على الباب هتسمع؟ قولي بقى بتسمع وانت بتلعب. مالكش فيه. ماليش فيه؟ دي العيال دي. وما قلتش يعني انت واخد اجازه عشان امتحان الشطرنج؟ لا انا زهقت من المذاكره، قلت اسلي نفسي شويه. سلي نفسك. طب قولي بقى، بتلعب حد بجد ولا بتلعب الكمبيوتر؟ لا بلعب واحد من روسيا. روسيا؟ الصاله على الصاله. اه احنا هنتريق بقى. يا عم ولا بتريق ولا حاجه، انت لعيب بس انت محتاج بس تركز شويه. اه ده عشان انك بتعرف بقى تلعب شطرنج وكده؟ لا يا عم على قدي. الحمد لله على السلامه. الحمد لله كويس. كلامك صح. بقول لك ايه، وقعت قول لابويا ان انا كنت بلعب لهتان عشتي. ليه بقى؟ هو ما بيحبش الشطرنج؟ هو ما عرفش حاجه عن الشطرنج اصلا، بس انا ضارب وصله نت وما يعرفش. وضارب وصله ازاي؟ بعدين انا بقول لك، بس اوعى تبيعني. ماشي، مش هبيعك. انت ما رحتش المدرسه ليه يا انت؟ لا مؤاخذه يا حود، عندنا دي احنا اللي ما صحناش وضعنا على المدرسه. بس من صباحية ربنا هو كافي وش على الكمبيوتر عمال بيذاكر، صح يا؟ اه. طلعت اجدع منك صح؟ ذاكر ذاكر. لدرجة دي الفيديو بتاع مامة زياد عامل لكم برجلة؟ لا، برجلة ايه اللي عملها لنا الفيديو؟ لا برجلة ولا حاجة. وبعدين ده الفيديو معمول بشكل جيد جدا، يعني أي حد يشوفه يتأثر وممكن يغضب. بس غريبة يعني. ايه اللي غريب فيها؟ يعني كنت مستنية الاستدعاء ده يكون من الأمن الوطني، إنما التفتيش غريبة صح؟ يبدو إنك عارفة في شغلنا كويس قوي، لكن ده مش استدعاء خالص، وأنا مش جايبك بخصوصك، أنا جايبك بخصوص سليم الأنصاري. سليم الأنصاري اللي أنتوا هربتوه؟ عاوز أفهمك حاجة، بلاش دماغ السوشيال ميديا دي هنا. انت عارفه كويس قوي ان احنا لو كنا عاوزين نساعد سليم الانصاري كان قدامنا مليون وسيله وطريقه نساعده بيها غير الطريقه البلدي دي. ما كانش في داعي بقى للكلبشات ولا السجن ولا الهروب ولا اللي بيحصل ده كله. والله يمكن باظت منكم، عكت اي حاجه ما اعرفش. لا انت عارفه كويس قوي، مش عاوزه تضيع فرصه الناس سايره فيها وغضبانه ما تستغلهاش. بس انا ما بتبلاش عليكم، تحب اجيب لك قايمه بالتجاوزات اللي حصلت الفتره الاخيره ومن ضباط زيكم؟ ظهر انك ناسي انت فين. انت في تفتيش الداخليه، يعني اللي عارفين اللي انت عارفاه واللي انت مش عارفاه، والمسؤولين عن التحقيق في التجاوزات برضو اللي انت عارفاها واللي انت مش عارفاها. طيب كويس انك عارف. انسه جميله، احنا ما هربناش سليم الانصاري، وافتكر انك اشرف من انك تتهمينا اتهام زي ده، ولا تزر وزرة وزر اخرى. انا مش عارفة انا ليه هنا اصلا، ممكن تفهمني؟ متخافش يا حودة، مفيش مصيبة ولا حاجة، ان شاء الله كله بتمام.
قوم يلا. على فين؟ أروح المستشفى. روح المستشفى نعمل إيه؟ يعني إيه نعمل إيه؟ مش بتقول فصيلة الدم الواد نادرة؟ عشان كده دخنا عليها مش لقينا. طب يا سيدي أنا فصيلة دمي أو نيجاتيف يعتد أي حد. روح المستشفى وإن شاء الله نديله 20 لتر. استنى بس تسليم بيه، الحكاية مش سهلة كده. صعبة علينا ليه يا عم إبراهيم؟ ولو ابني ولا ابنك مش تعمل كده؟ يلا يا حول يلا يلا وسيب على الله. سعادتك يعني انا مصدقني ان انت اتدريت هنا، وبعدين الطريق من هنا للمستشفى هنقابل ناس في المستشفى ممكن حد معك يعني هتبقى في مشكله عليك. مشكلتي وانت تغير كلامك؟ مش انت قلت مفيش حد واخد باله من حاجه في المنطقه هنا، انما المستشفى هيبقى في مشكله اكبر. انا خايف على سعادتك. يعني انت خايف عليا ومش عايز اخاف على ابنك؟ ايه يا جدع في ايه؟ قوم يلا وسيب على الله. طب احاول اتصرف انا واتصل بحد في المستشفى يتصرف في كيسين دم ولا حاجه؟ احنا لسه للسلامة هنجيب كيسين دم، وبعدين ما ينفعش اتصل بحد، احنا اكيد متراقبين وهيعرفوا مكاننا. يلا يا عمده يلا وربنا يسترها. طب انا هاجي معاك. لا خليك، خليني خفيف خفيف. يلا يلا وسيب على الله. بص يا نساء جميلة، احنا وانتي مش خصوم في المعركة دي خالص. انتي معركتك مع سليم الأنصاري مش معانا. بس انتوا سليم واحد. كان واحد مننا، دلوقتي احنا حربنا ضد سليم الأنصاري، وعدو عدوي صديقي. يعني ايه؟ مش فاهمة. ما تيجي على سبيل التغيير او على سبيل التجربة مثلا نجرب ننسى خلافاتنا ونحط ايدينا في ايدين بعض. أنا مش للبيع يا صلاح بيه. لا ما هو عايز أقول لك على حاجة، سيبك من الكلام اللي لا يود ولا يجيب ده، أنا ما بقولكيش اكتبي تقارير عن زمايلك، دي مش شغلتي أصلا. إنما عايزنا نساعدك إزاي؟ هو أنتوا ليكوا في حاجة تانية أصلا؟ أنا عاوز أقول لك على حاجة، أنا الوحيد في العالم ده كله اللي يهمه إنه يقبض على سليم الأنصاري ويسلمه للعدالة. يمكن يكون ده موقفك الشخصي، أما موقف الوزارة إيه؟ وأنا من الوزارة وده شغل الوزارة، وانت بهجومك علينا ده بتشتتي نفسك قوي، بتلخبطي الناس. بصي يا نساء جميلة، المجرم في القضية دي واضح جدا، المجرم اسمه سليم الأنصاري، ده اللي لازم نركز عليه. كلمي الناس عنه، هاجميه، اشتميه، اعملي كل اللي انت عاوزاه، انا مش هلومك. اقول لك على اكتر من كده، اعملي هاشتاج سميه بلغوا عن سليم الأنصاري، واقنعي كل الشباب اللي عندك في السوشيال ميديا انهم يبلغوا عنه يدوروا عليه وهم يساعدونا. هاتيلي معلومه واحده حقيقيه وشوف انا هعمل معاك ايه. مش هتخسري حاجه وجربي، ولو قصرت رقبتك ما تكمليش، ولو وصلنا لحاجه مع بعض يبقى يا ست ترجعي اشتمينا زي ما انت عاوزه. مش يمكن التجربه دي تخليكي تكتشفي حاجات ما كنتش عارفاها قبل كده، وهتحطي ايدك على حقائق عمرك ما كنت هتوصلي لها؟ مش يمكن تغيري موقفك؟ ولا انت خايفه من حكايه تغيير الموقف دي؟ ما اعرفش. الحق حقا يتبع، وانت حقانيه قوي وتدوري على الحقيقه. خليكي معايا.
نويتي على ايه؟ خلينا نجرب نمشي وراهم المرة دي، أما نشوف آخرتها ايه. جميلة نفذت يا فندم، والهاشتاج بدأ ينتشر بين الناس على تويتر والفيسبوك. امتى هيفضل الظلم والقهر وسلب الحياة حتى هو مصير اي حد يفتح بقه ويتكلم؟ مين الانصاري بيتعامل مع مصر كلها على انها عزبة ابوه ومش همه اي حد؟ يا ترى بقى هتوفوا بوعدكم معانا يا رب الله، ما فيش حد فوق القانون ولا لا؟ احنا ملناش غيرك يا رب. دول الأربع أماكن اللي ممكن أقابلك فيهم أو حتى أبعتلك حد هناك. هنسميهم ألف وب وجيم ودال. أوعي تنسيهم. ها هو أنت بتتعامل معايا ليه؟ لأن أنا عيلة صغيرة. كم؟ ماشي يا كبيرة. الخطوط بقى اللي أنت جبتيها هتاخدي واحد وتديني اتنين، ولما تعوزيني ابعتيلي رسائل بلاش تكلميني غير لو في حاجة مهمة قوي يعني. ماشي؟ عارفة والله، علشان مراقبة التليفونات أسهل بكتير من مراقبة المسجات. برافو عليك. لما تحبي بقى تبعتيه رسالة بلاش من البيت ولا من المكتب، تبعتيها من الشارع من حتة بعيدة عشان محدش يعرف مين اللي بيبعتلي. ماشي؟ ماشي. وأنا أول ما الورق يجهز هبعتهولك على طول. بس خلي بالك يا فريد، الورق ده مهم، ده ممكن يوصلني لولاد الكلب دول. أنت فاهمة كويس طبعا صح؟ فاهمة يا حبيبي، ما تقلقش. حودة. أو مرشحات. عايزك بقى تركز معايا عشان عايزك في حاجة مهمة. رقبتي. تعرف تسوق بسكليت؟ أمان. آسف على المشكلة اللي عملتها لك. سليم الأنصاري. ده انتوا واخدين بعض عن حب بقى. أتاريك مش عاوز تساعدنا ولا تقول لنا سليم الأنصاري مستخبي في أنهي داهية؟ يا صلاح بيه، أنا زي ما قلت لسعادتك، اللي رمى لي الكيس كان لابس خوذة ما شفتش وشه، والموتوسيكل كان بدون نمر. اسمع، رجوع السلاح ما ينفيش عنك تهمة الإهمال اللي تسببت أصلا في ضياع السلاح، والحكاية دي أنا مش هعديها بسهولة. ده أنا هجيب لك عليها جزا، وجزا محترم كمان، وأخلي سليم صاحبك ده ينفعك. سعادتك عارف كويس أوي إن أنا وسليم عمرنا ما كنا أصحاب، إحنا مجرد كنا زملاء. وبعدين أنا مش جاي لحضرتك النهاردة عشان توقف الجزا عني. أمال جاي ليه؟ جاي تحرق دمي؟ جاي تقول لي في وشي إن سليم حر بيتحرك زي ما هو عاوز في البلد، مش عامل لنا اي حساب؟ يا صلاح بيه، انا جاي الفت انتباه سعادتك لحاجه. سليم غامر عشان يرجع لي المسدس ويحل لي المشكله اللي هو وقعني فيها. اللي يعمل كده
مستحيل يضرب عيل صغير من غير سبب لحد ما يموته. معلش افتكر حضرتك ممكن لو تعذرني بس في اللي انا هقوله. حضرتك محتاج تراجع موقفك تجاه سليم. تعرفني شغلي ولا ايه؟ وتتخيل ان اللي عمله سليم ده هيخليني ارحمك. يلا امشي. ايه جاي يقول لي راجع نفسك في موضوع سليم؟ مش عارفين ان الضابط اللي بيتجاوز احيانا ده وبيعذب انه مش شرط يبقى من اكلة لحوم البشر او ماشي راضي في الناس شمال ويمين. ده ممكن يبقى انسان طبيعي جدا، شخص لطيف وحبوب ولذيذ وابن نكتة. مش فاهمين انه ممكن يبقى مع اهله واصحابه حاجة ومع الناس حاجة ثانية خالص. وأكبر دليل على اللي أنا بقوله لك ده اللي حصل لك. هو اللي عمل فيك كده واحد أنا فاكره كويس أوي وأنا صغير. كان دمه خفيف وابن نكتة وكانت ضحكته مجلجلة جوا البيت. وادي النتيجة. آسف يا سيادة اللواء، أنا آسف قلبت عليك المواجع. زنتي؟ طبعا زنتي، أنا زي ما خدتش بالي. لا وكمان أنت مين؟ أتاري ولاد الكلب بس سايبين فيها خرم إبرة. يعني الورق ده فيه حاجة كويسة لينا يا سليم بيه؟ حاجات حاجات يا هيمة. دلوقتي أنا فهمت اللي حصل ده حصل إزاي وليه. بس المهم بقى إن الورق ده في خيط هيخلينا نقلب الدنيا كلها فوق دماغهم.